اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا من جديد. واولى فقراتنا الحواريه النهارده في الاهلي الليله فقره حواريه مميزه جدا، فقره حواريه مميزه لان تقريبا اللي هتسمعوه هنا صعب تسمعوه في اي حته. يعني ايه؟ يعني هيبقى في جزء في الحلقه هنا هنقول داتا ومعلومات عن شخصيه رياضيه عظيمه من النادي الاهلي ربما هتسمعوه لاول مره. ايوه ربما هتسمعوه لاول مره، ما بالك وانا بحضر وانا راجل شغال وناقد رياضي و و و و وشفت الشخصيه دي بمنظور جديد خالص. لان الضيف اللي موجود معايا النهارده لما كلمنا عليها وفتح لي المحاور فيها لقيت ان احنا ما نعرفش عنها حاجات كتير جدا، لانه ما خدش حقه بالشكل الكبير والتاريخي ولا بالشكل المعلوماتي ولا بإلقاء الضوء عليه زي حاجات كتير جدا. لكن دي مهمتنا هنا اننا نتكلم معاكم في الاهلي الليله في حاجات تخص النادي الاهلي بشكل قريب جدا وبشكل عميق جدا. ضيف النهارده واحد من كبار الكتاب اللي مسكوا قلمهم في الصحافه الرياضيه وعملوا اسم كبير جدا للنقد الرياضي. واحد من اللي انا بتشرف اللي بستضيفه لانه واحد من الاساتذه الكبار اللي دايما بتعلم منهم. كان معايا من فتره على قناه النادي الاهلي وكان اول لقاء بيه، تعلمت منه كتير جدا حاجات في بدايه اللقاء، وكم اتمنى او اسعد انه يكون معايا كل يوم في الاهلي الليله. استاذنا الكبير الاستاذ سعيد وهبه، نور يا استاذنا. انا بشكرك جدا على التقديم ده، واتمنى ان احنا نقدم حاجه جديده النهارده ان شاء الله. دايما وانا متعود معاك دايما بننكش كده في حاجات وبنطلع حاجات، لكن خلينا نبدا كده في الامور الاولى ونتكلم عن الامور اللي على السطح لغايه ما نخش على الاكتشاف بتاعنا. لكن البدايه دايما الاهلي كان عنده بعض العقبات في البطوله الافريقيه، مستر كارتيرون جيل، فرص الاهلي كانت بعيده، لعب ثلاث ماتشات في البطوله الافريقيه امام تاونشيب رايح جاي او ذهابا وايابا في المجموعات. طبعا الماتشين كانوا ورا بعض، كانت ماتشات صعبه، لكن قدر يكسب الاثنين. الترجي كان تحدي كبير، قدر يتخطى وقدر الاهلي يعني يوصل لقمه المجموعه ويغير كل الترتيبات، ودايما الاهلي بيحقق المعجزات في زمن قياسي. ده صحيح. هو يعني دي الحاجه اللي بيعملها النادي الاهلي دايما بعد حتى في الماتشات بتاعته لغايه الدقيقه 90 لو مغلوب فانت عندك امل ان الاهلي لازم هيتعادل او يكسب، ودي حصلت كتير لان النادي الاهلي بيتميز بشيء مهم جدا وهو روح الفانيلا الحمراء او روح الكفاح والنضال في الملعب حتى الدقيقه الاخيره، في انتماء وفي يعني حاجه بتربطه بالفانيلا الحمراء وعنده دايما حافز ودافع ان هو ينتصر. فانت دايما الرهان على النادي الاهلي بيحقق نتيجه. كان كل الناس تقريبا او معظم الناس او معظم حتى المراقبين بيستبعدوا النادي الاهلي ممكن يعني يعيد احياء دوره او يعيد يعني الامل تاني، يستعيد الامل تاني في المنافسه على البطوله الافريقيه. كان صعب جدا بصراحه. كان صعب جدا جدا ان هو على الرغم لان هو وفقا لتاريخه الكبير في البطوله الافريقيه وحقق عدد كبير جدا من البطولات، فكونه استعاد الامل تاني وبعدين مش استعاد الامل بس تاني، ده في اخر الماتش في تونس بيكسب يتصدر المجموعه، فده عمل يعني الحقيقه عمل اعجازي، بس الاعجاز مش كبير قوي على النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي عودنا وعلمنا ان مفيش حاجه بالنسبه له معجزه ومفيش مشكله كبيره، فهو في اللحظه المناسبه او في الوقت المناسب بيعمل العمل الخارق الاعجازي لان عنده روح، اللعيبه عندها روح وعنده وراه تاريخ كبير جدا من صناعه المعجزات. حضرتك يا سعيد تاريخ كبير مع النادي الاهلي، ومن كلامك كده شايف انك شاهد عيان على اكتر من معجزه في هذا الشان. طبعا انت فاكر هدف ابو تريكه الصفاقسي في النص دقيقه الاخير البطوله ضايعه، الناس بتستعد تاخد بيستعد ان هو يستلموا الكاس وفي ملعبهم وعلى ارضهم، وفي لحظه يعني في اللحظات الاخيره يعني بتحول الكابوس يعني بينقلب الكابوس لحلم عظيم يعني او لانجاز كبير.
الكره اللي لعبها شادي محمد طويله قدام، راحت على راس مش فاكر مين، فلافيو لعبها براسه، ابو تريكه فيرست تايم من خارج منطقه الجزاء بشماله وفي مكان صعب جدا، وده من الاهداف الحقيقه، الاهداف العالميه يعني. طالعه من مدافع الاهلي من خط الظهر طايره على راس فلافيو على رجل ابو تريكه، كل ده ما لمستش الارض في الشبكه على طول. وبعدين هو حاطط رجل شمال، وش رجل شمال في الوقت المناسب وبشكل نموذجي، لان دي ممكن يعني بسهوله جدا ممكن دي الكور الصعبه اللي ممكن تقلش يعني، تطلع فوق قوي يا تنزل تحت قوي. لا وفي التوقيت ده، التوقيت بالشكل ده، بالشكل يعني ده في الزاويه دي وبالقوه دي وبالثقه دي، يعني دي محتاجه، ده انت محتاج يعني لعيب عالمي. انت لو متاهل وكسبان مش هتعملها بالظبط. ده بيبقى فيه لعيبه عالميين واسماء كبيره جدا في اللحظات الاخيره دي، التوتر يخليه ما يقدرش. ادي الهدف قدامنا اهو، يعني التوافق العصبي اللي بيسموه التوافق العضلي العصبي في اللحظات الاخيره دي بيبقى صعب جدا حتى على اللعيبه الكبار طبعا، ان هو خلاص الماتش ميت وخلاص مستني صفاره الحكم، فكونه هو يظبط اعصابه ويظبط نفسه ويركز التركيز العالي ده جدا ويجيب الجون في الدقيقه دي، فده الاهلي. انت يعني شفنا لعيبه كبار ما بيعملوش الكلام ده طبعا يعني. انت فاكر، ما اعرفش فاكر ولا لا، في نهائي كاس العالم سنه 94 في ضربات الترجيح بين شادي متعب، متعب لازم يبصم بره، شادي متعب في لافيو طبعا. بنشوف ده بنشوف متعب برضه عمل ده كتير. بقول لك لعيبه عالميين في اللحظات الاخيره دي بيفقدوا اعصابهم وبيفقدوا. احنا شفنا في نهائي كاس العالم 74 في ضربات الترجيح بين البرازيل وايطاليا، اخر ضربه جزاء كان يعني اخر ضربه جزاء لايطاليا ضاعت ضربه الجزاء، وعلى الرغم ان هي ضاعت من لعيب مهم جدا، من اهم لعيب كان في من اهم مهاجم في ايطاليا روبرتو باجيو. الكره حطها فوق العارضه بحوالي 10 متر، وده عمره يعني نادر جدا انه كان يضيع ضربه جزاء، ده لعيب كبير جدا. فانت هنا يعني الاهلي عنده تاريخ كبير جدا في ان هو يحقق معجزات او يحول الكوابيس لاحلام جميله الحقيقه. كاترون والتحديات لا تنتهي يعني، من البطوله العربيه، البطوله الافريقيه، الدوري الاهلي ماشي فيه بشكل كويس، ربما الاداء يعني لا يسعد بعض الجماهير، ولكن وفقا للظروف الاهلي يحقق المطلوب. الحقيقه انا ما عجبنيش الاهلي في الماتش اللي فات، يعني المستوى الفني يعني اقل جدا جدا من المطلوب، ومش هو ده يعني المستوى اللي هو اللي تعودناه من النادي الاهلي. بس انت برضو بتبص للظروف العامه ان الاهلي مشارك في 3 بطولات، فالمدرب بيضطر يعمل روتيشن ويعمل تباديل وتوافيق. وبعدين ما تنساش برضو ان اللعيب المصري مش الاهلي بس، يعني في كل الانديه المصريه ما عندهمش يعني القدره التكوين الجسماني او القدره البدنيه الكافيه ان هو ممكن يخوض مجموعه بطولات او مباريات متلاحقه في ازمنه قليله. حتى لعيبه اوروبا يعني المساله صعبه بالنسبه لهم، فهو بيواجه تحدي صعب الحقيقه. وسبب في ده يعني اسباب بترجع للتكوين البدني للعيب المصري، ان هو في مراحل الطفوله في كل دول تقريبا العالم الثالث يعني في مشكله في التغذيه، يعني فيش تقنين للتغذيه في الصحه في الكلام ده كله، فغير اللعيب الاوروبي. ومع ذلك يخرج محمد صلاح من ريف مصر ويكسر هذه القاعده ايمانا برضه بالموهبه. هنا بالموهبه بقى بتعمل الفارق، دي الحاجه بقى اللي هي الموهبه الالهيه الربانيه اللي يعني بتختصر الفوارق الحضاريه او الفوارق الصحيه. الموهبة صلاح اختصرت الاعداد العلمي او الاعداد الصحي للعيب، فقدم لنا طبعا يعني او قدم نفسه عالميا ان هو حاجه يعني حاجه كبيره جدا برغم الظروف اللي هو طالع فيها. بس هو
يعني احنا ده يجرنا لحاجه مهمه جدا، ان احنا لابد ان احنا نبقى في اليات البحث عن المواهب اللي زي محمد صلاح، لان بلد فيها مليون فيها 100 مليون طبعا، فاكيد هيبقى فيها زي صلاح كتير. المشكله بقى ان احنا ازاي ننتقيهم. وفي برضو احنا عندنا يعني شيء مش مظبوط في القصه دي. زمان كان في عندنا كشافين مهمتهم ان هم يلفوا ويطوفوا، يعني اشهرهم الله يرحمه عبد البقال. عبد البقال، وكان في يعني في اسماء كتير الحقيقه، بس يعني اشهر واحد فيهم عبد البقال. ده جاب اهم لعيبه للنادي الاهلي، جايب رفعت فناجيلي وجاب الشربيني وجاب يعني جاب لعيبه كتيره. ده كان مهتم وكان شغلته ان هو عينه اولا هو ذكي جدا وموهوب جدا لا يقل موهبه، يعني العين الكويسه لا تقل موهبه عن اللاعب الكويس. طبعا فانت محتاج تاني الكشافين دول، ومحتاج تواجه او محتاج تحارب او تقاوم حاجه اسمها البرايفت في المدارس الكوره، ان الوسائط بتتدخل وان في فلوس بتدفع عشان اقدم لعيب عن لعيب. ودي الحقيقه مشكله لازم ان احنا نواجهها طبعا، لان في لعيبه بيبقوا كويسين جدا ويضيعوا فبياخدش فرصه. الحاجه الثانيه برضو في الاعمار القليله، مثلا تحت 12 وتحت 14 سنه بيهتموا المدربين قوي بالطول الفارع والبناء التكوين الجسماني والقوه، عشان ده اللي بيجيب له يعني اللي عنده برجل واسع ده بيجيب له البطوله. ففي ممكن يكون لعيب زي مارادونا ما يتخدش، يعني يكون في موهبه مارادونا في سن 12 سنه يقول لك ده مش هينفعني لانه مش سريع وجسمه وكلام من ده. لا، احنا لابد ان احنا نعيد النظر في تقييم المراحل دي. الموهبه زي ما حضرتك قلت بتعدي كل الحواجز دي، الموهبه بتعدي كل حاجه، بس انت مين اللي بيختار الموهبه؟ هنا هنا مساله مهمه جدا. وبعدين الحاجه الثانيه برضو في الدول المتقدمه في الكوره في الرياضه بشكل عام عندهم سيستم جيد، يعني مناهج علميه، ان انت في سن المراحل المبكره دي اللي هي 10 سنين و8 سنين و12 سنه بيجيبوا اساتذه، يعني اساتذه في كره القدم، لان ده زي بالظبط زي التلميذ اللي بيتعلم. في اوروبا اتطورت ازاي، او العصر النهضه ده جه ازاي، او الحضاره الاوروبيه والغربيه دي جت ازاي؟ جت بالاهتمام بالتعليم، اهتمام بالتعليم يعني من الصغر. يعني فبصنع شخصيه، بكون شخصيه، بصنع بني ادم او انسان يعني بيفكر كويس. فانا بحط له مناهج وبعمل مناهج لان بفجر فيه المواهب وبفجر فيه طاقه التفكير وبفجر فيه حريه التفكير. الحاجات دي كلها مجموعه على بعض فبتديني في النهايه علماء جيدين وفنانين وموهوبين في كافه المجالات. الرياضه نفس الشيء. الرياضه لابد ان انا اهتم بالمدرسين او بالمدربين اللي هم مدرسين عنده دارس تربيه كويس، فبالتالي هيبقى دارس علم نفس الاطفال ازاي يحفز فيهم يحفز قدراتهم، ازاي هو يصنع فيهم شخصيتهم، يعني يكون شخصيه جيده ايجابيه واثقه من نفسها. غير يعني الطريقه الحقيقه في طريقه عقيمة كان في التعليم وفي التربية زمان، هي طريقة القهر والضرب والكلام ده بتطلع يعني بيطلع في النهاية إنسان خانع وإنسان يعني ما ينفعش شخصيته ما ينفعش يعتمد عليه. أنت هنا بتكون شخصية جيدة، فهنا الرياضة يعني بتصنع الحكاية دي أو بتنمي الحكاية دي. وبالتالي يعني أرجع للنقطة الرئيسية، إنه مهم جدا في مدارس الكورة أو مدارس الرياضة في سن مبكرة إن أنا أهتم أجيب متخصصين على مستوى عالي جدا وأديهم رواتب عالية، عشان هو ده اللي بتبقى القاعدة اللي عندي اللي بيبقى في النهاية محمد صلاح أو غير محمد صلاح. ممكن يكون مفيش رضا بالشكل الأكمل عن أداء النادي الأهلي في بعض المباريات، وده من الضغط المباراة زي ما حضرتك قلت وأنا بتفق مع حضرتك، ولكن المكنة والامور بتسير. الاهلي وكمبالة يوم الثلاث ومباراه برضه مهمه، رغم ان النادي الاهلي حقق ما اراد، لكن هي ضغوط المباريات. طبعا الاهلي طبعا يعني عندنا امل كبير جدا ان الاهلي يعني يجيب لنا البطوله الافريقيه ثاني، لانه الاهلي اكبر اسم دلوقتي في افريقيا والبطوله مش بعيده عنه ومش كبيره عليه.
ومطالب ادبيا وجماهيريا ان هو يعني ان هو ياخد بطوله افريقيا، وخاصه بعد ما اعيد الامل من جديد، يعني بعد عاد بعد ان استعاد الامل. فانت ما عندكش بقى مشكله، انت استعدت الامل في وقت كان فيه تغيير حتى في الجهاز الفني، وكان فيه مشاكل في يعني كان فيه مشاكل في الفريق، لكن انت النهارده بدات تحط رجليك فتبدا تفكر صح. كمان بقى عندك بدات تكتشف بعض العناصر، او بعض العناصر بدات تاخد مكانها في الفريق زي صلاح محسن. انا في يعني في رايي الجون اللي جابه في الماتش اللي فات ده جون عالمي جدا، يعني انت لاحظت الجون ده اللي سجله ازاي سلو موشن؟ لا ده هو حطه يعني تشيب من فوق الحارس، بينه وبين يعني الحارس بينه وبين الكوره نص متر، وبين الكوره وبين العارضه ربع متر تقريبا. فالمسافه اللي هو المفروض بتنزل فيها الكوره عايزه حرفيه عاليه جدا، ولعب عنده موهبه واضحه. موهبه، فانت ده اضافه طبعا اضافه للفرقه. في عندك يعني في عندك بعض العناصر اللي ممكن مع الوقت يعني مع الماتشات الجايه مستواها هيرتفع. يعني انا بارجو ان هو المدرب في عمليه الروتيشن اللي بيعملها يعني يعمل توازن كويس قوي بين يعني في عمليه التبديل والتوافيق في المباريات، ان هو يعني يعمل توازن جيد بحيث ان هو يبقى عنده الهدف الرئيسي افريقيا. هدف صلاح محسن قدامنا على الشاشه. هدف جميل، انت لو هنشوفه هتلاقي يعني في ثانيه واحده عمل تشيب الكره في مكان اللي فيه الجون على فكره، يعني الحارس قريب منه. رايح لها. هو الحارس راح لها، بس هو حطها في حته. ده واحد بينشن ببندقيه او يعني واحد عارف ان الفرصه ما بتجيش في الماتش اكتر، يعني استغل بقى في ثانيه. دي نوعيه اهداف محمد صلاح على فكره. محمد صلاح يعملها في البعيده ونشان صح، فعايزه حساسيه. برضه سعيد اللي هنا هو مش متوقع ان الكره جايه له، وبيخطا حارس او بتجيله، بياخد البوزيشن بتاعه والموقف الصحيح في توقيت سريع جدا، وبياخد القرار كل ده في نو تايم، مفيش وقت. برافو عليك. هنا الموهبه بقى، هنا الرياكشن بتاعه سريع جدا جدا جدا، يعني رد الفعل على فكره ازارو عنده الحكايه دي. لما بيبقى قدام صفات المهاجمين قدام الجون وتجيله كوره مفاجاه، بتلاقي رد فعله مره جاب جون برضه بدماغه. يعني الرد الفعل السريع ده جزء من الموهبه الفنيه العاليه جدا. الفرق بين لعيب موهوب قوي ولعيب نص موهوب في سرعه رد فعله وسرعه اتخاذ القرار. هنا بياخد قرار ان هو هيسجل وهيحطها في المكان الفلاني، فانت دي عمليه تفكير سريعه جدا. فده يطمننا الحقيقه على المستقبل الفتره الجايه. بس هو المدرب الحقيقه محتاج ان هو يعني يشوف اللعيبه اكتر، يتعرف عليهم اكتر، ويثبت قوي الباك بون بتاع العمود الفقري بتاع الفريق. يعني نص الملعب عنده لغايه النهارده ملامحه مش باينه، وده اللي عامل ايقافات واصابات لبعض اللاعبين والضغط ربما، ولكن كلام حضرتك واضح جدا، لازم التثبيت في المنطقه الحساسه دي. لازم ان انا قدر الامكان اثبت التشكيل بتاعي، خاصه وسط الملعب. وسط الملعب في كره القدم كل الخبراء الكوره بيعتبروا كره القدم او الملعب كره القدم ده رقعه شطرنج. اللي لعب شطرنج فاهم قوي ان عشان تسيطر على الرقعه كلها وعشان تكسب الجيم تسيطر على الاربع مربعات اللي في النص، ميدان الاربع مربعات اللي في النص دول سيطرت عليهم كويس وحميتهم كويس، فانت الجيم هيبقى بتاعك. كره القدم نفس الشيء، نص الملعب لان هو ده يعني محور الربط او يعني المكان اللي بتربط فيه بين الهجوم والدفاع، اللي بيتحرك فيه المهاجمين، اللي ممكن يعني بتصنع منه تقطع منه الهجمه للفريق الاخر. تلم كورتك تنطلق من نص الملعب بشكل تبني بيها هجمه، تنوع بيها هجماتك، مش يعني مش من الباكات بس، لا هو ده، ومش من المهاجمين طبعا، واخد بالك. فالسيطره على نص الملعب ده مهم، وبالتالي المدرب كارتيرون يعني مطالب ان هو يحل لنا بس مشكله نص الملعب دي عشان ان شاء الله نقدر نكمل. احنا عندنا فرصه كبيره جدا ان احنا ان شاء الله نوصل السيمي فاينل بعد يعني ان شاء الله نكسب الماتش الجاي ونحتفظ بصداره المجموعه. هيبقى في قرعه
للفرق دور الثمانيه، يعني الاربعه الاوائل احنا لابد ان احنا نحتفظ بالمركز الاول عشان نبقى راس مجموعه. بالظبط. الاربعه الثانيين هيتعمل بينهم قرعه، فانت ما تعرفش مين هيبقى معاك. لكن الظاهره اللي باينه قوي ان في تقريبا هيبقى في لغايه النهارده في اربع فرق من شمال افريقيا في دور الثمانيه وممكن يوصلوا ست، وفرقتين بس مازيمبي وفرقه تانية اللي هي يعني في. ما هو دايما في الفتره اللي فاتت هي كره الشمال الافريقيه حتى على مستوى المنتخبات اللي بقت فارقه النهارده. بالظبط. فانت عندك طبعا المواجهات اللي بعد كده مش هتبقى سهله، لان فرق شمال افريقيا طبعا فرق جيده جدا. هيبقى عندك اتنين من تونس، يعني عندك ترجي، وعندك برضه التقطت الانفاس. ايه؟ هتكون التقطت الانفاس ان شاء الله، تكون التقطت الانفاس. بعدين انت داخل بتاريخ، ودي مساله تفرق، ان الفرقه الثانيه خايفه منك، ولو كسبتها مش هيزعق، يعني مش هيلاموا على كده، لان انت هم هيبقوا خسرانين من بطل ابطال افريقيا. فانت داخل بتاريخك وراك سندك، ده بيدي دفعه كبيره ليك، وبيدي خوف يعني بيصدر رساله التخويف للفرق الاخرى. ويبقى لكالترون في وقت قليل جدا قدر يلم معظم اوراقه، لان انا ما زلت مع حضرتك برضو بقول انه برضو محتاج يعرف امكانيات كل اوراقه. شاف ناصر ماهر واداله الاكويز، ابتدى بيدي لصلاح محسن، صلاح محسن بيديله في المقابل. اهم حاجه ان اللاعب لما ياخد فرصه يدي علشان يبين للمدير الفني الشكل الافضل. هيكون للنادي الاهلي بعد كمبالة، الاهلي والانتاج ده هيكون 2-9، والاهلي والداخليه ده هيكون 11-9. بينهم بقى يوم 8 هيكون منتخب مصر مع النيجر في التصفيات الافريقيه. طبعا هيكون في لعيبه من النادي الاهلي اكيد بالشكل الكبير، يبقى في ضغط مباريات. ولكن هاخدك بقى ل 8-9 ومباراه المنتخب المصري امام النيجر، ومدير فني جديد وجهاز فني جديد واستدعاء ل 90% من المحترفين اللي جاهزين. عايز يشوف الاوراق، عايز يشوف الشكل الجديد اللي هيلعب بيه. هل الوقت هيبقى معاه يقدر يشوف ويعمل كل الكلام ده؟ هل مباراه وتعدي عشان نركز؟ شايف المنتخب المصري مع اجيري المدير الفني المكسيكي في المرحله المقبله ازاي؟ طبعا هو بيواجه يعني هو في موقف صعب الحقيقه، للفطره مش كافيه ان هو ممكن يبص على يعني يشوف الدوري المصري كله ويعرف امكانيات اللعيبه كلها، وبالتالي هيعتمد على مساعدين، على المساعدين بتوعه فهيرشحوا له. فمش هيبقى عنده ايد مطلقه او حريه مطلقه ان هو يتصرف، وبالتالي احنا لابد ان نلتمس له عذر في الفطره الاولانيه دي. اثنين، هو خارج من كاس العالم في نكسه في المنتخب مصر في كاس العالم، او في كارثه وفي روح مش حلوه، ان المنتخب كان سيء جدا في كاس العالم، وكان في يعني في سلبيات كتير جدا. ده كان متوقع ولا لا ان المنتخب يظهر بهذا الشكل؟ حضرتك كنت شايف ان ده ممكن يحصل ولا لا؟ الحقيقه انا يعني انا نبهت لده قبل ما نوصل لكاس العالم، وحذرت من طريقه كوبر، وكتبت فيها اكتر من مره، حتى لما كان بيكسب يقول لك احنا خلاص حققنا الهدف بتاعنا وكسبنا، انتوا عايزين ايه تاني؟ نقول له، فانا اكتب اقول له لا، احنا عايزين اداء جيد، وما تقعدش يعني ما تقعدش تهوشنا ان انت كسبت فرقه ضعيفه والمستوى كان ضعيف اللي بتواجهه، لكن احنا عايزين كره هجوميه، يعني كره فيها نشوف فيها المغامره، نشوف فيها هجوم، نشوف فيها مخاطره. احنا شفنا يعني في اخر 15 سنه المدرب اللي شفناه بيعمل المخاطره والمغامره دي، كرة القدم كلها مخاطرة أو مغامرة، التاريخ كله مخاطرة كبرى يعني أو مغامرة كبرى طبعًا. ولا يحقق يعني حقق الإنجازات إلا اللي بيغامر يعني، وكل مغامرة ليها مخاطرها يعني، بس بتبقى محسوبة. لكن ألعب وأنا خايف هتغلب، واللي دايماً اللي بيدافع بيخسر. مانويل جوزيه كان واحد من المدربين، هو ده مانويل جوزيه. أنا كنت لسه هقول لك ده، مانويل جوزيه عمل حاجة مهمة جدا في الأهلي وأفادت الكرة المصرية. خلال وجود مانويل جوزيه كان الباك بون للمنتخب المنتخب المصري لعيبة الأهلي، جيل أبو تريكة هو العمود الفقري هنا، والعمود الفقري هنا اللي عمل 2006 و2008 و2010، لا هم هو العمود الفقري، ومع لعيبة آخرين جيدين يعني من الزمالك والإسماعيلي وكده، محترفين. بس اللي عمل الروح الجديدة دي في الكرة المصرية، الكرة الهجومية، الكرة اللي فيها مخاطرة ومغامرة، وفيها تكسب بره، وفيها شجاعة،
يعني فيها شجاعه. هو واقف بره وعامل زي الاسد بره في الملعب، اهجم اعمل بتاع كلام من خلاص. ادى اللاعب بتاعه ثقه، ادى اللاعب بتاعه ثقه، وانت لازم تكسب. وبيحسس اللاعب بتاعه ان انت تقدر تاخد كاس العالم. قلت له ما تاخدهاش ليه؟ والتاني احسن منك في ايه؟ انت عندك رجلين اتنين وهو رجلين اتنين، وعندك عينين وهو عينين. كان بيتكلم بهذا الشكل. فده من المدربين اللي بيدوا دفعه وبيدوا ثقه للعيبه. كل الفرق اللي بتكسب كاس عالم او كمان بيبقى وراها دايما مدرب عنده طموح وعنده روح، يعني بيقدر يشحن اللعيبه بشكل جيد. حسن شحاته برضو كان ميزته ان هو بيدي روح للعيبه، يعني بيعمل الحته دي. لكن كوبر الحقيقه انا قبل كاس العالم بكتير قوي حذرت منه، وقلت ان هو يعني مدرب خواف وجبان، والخوف والجبن ده بينتقل بالعدوى للعيبه، بيبقى عايز يعمل الحد الادنى خلاص. وبعدين ايد حريه تحرك اللعيبه. كره القدم لا، عايزه تدي اللعيب حريه كامله. حسن شحاته كان بيعمل كده، انزل العب كره وريني، استمتع استمتع بالكره. لكن استمتع ده مع النظر للخطه الفنيه طبعا في الحسبان. ما طبعا يعني بيبقى في اطار عام، لكن في حريه ابداع. انما انت عامل خطوط في الملعب، ما تقربش هنا، ما تعديش المنطقه دي، فانت اساسا منزل اللعيب خايف وهازز ثقته بنفسه. وانت ناوي، وانت لو تعادلت يبقى كويس، لو كسبت بقى عظيم، ما تعديش وسط الملعب، انت اتحرك هنا. فالانتصار ده بتبقى روح وبتبقى اراده وكده. ده ما كانش موجود. فانا كنت متوقع الحقيقه، ما كنتش متوقع انها توصل للدرجه دي، لكن ما كانش عندي امل كبير ان احنا ممكن نوصل لادوار اخرى، رغم من الامكانيات الفرديه الكثير من اللاعبين. لا، امكانيات عاليه جدا عندنا. عندك محمد صلاح، ده احسن لعيب من احسن لعيبه اوروبا، واحسن لعيب هداف الدوري الانجليزي. فانت عندك افضل لاعب ومرشح لافضل لاعب في اوروبا. عندك ميزه، عندك ميزات كتير، عندك لعيبه على مستوى عالي كتير. بس كوبر قعد ادى ودنه للمساعد بتاعه، فالمساعد بتاعه بوظ له بقيه الشغل. عندك زي حسين اللي في الامارات، اسمه حسين الشحات، هداف دوري الامارات، استبعده. عندك كنت محتاج حد في وسط الملعب زي حسام غالي، استبعده، اتخانق معاه، اعمل معاه خناقه واستبعده، لانه مش على مزاجي يعني. فدخله في شويه متاهات. المنتخب دفع الثمن. فطبعا المنتخب طبعا دفع الثمن. وبعدين يعني الحقيقه المساعد بتاع كوبر ما كانش فيجر، ما كانش اسم كبير، ما كانش بتاع. وبعدين برضو بعض المدربين الاجانب اللي هم يعني بينتموا للعالم الثالث، يعني زي الارجنتين والمكسيك والحتت دي، بيسمعوا يعني، بيدوا ودنهم يسمعوا زي المصريين كده، زي الشرقيين. ودي مشكله كبيره يعني. فهو كان بيسمع، وبالتالي شفنا اللي حصل. احنا بس نخرج من ده، عايزين نستفيد من الدرس ده، لا نكرر التجربه تاني، يعني لا نكرر هذه الاخطاء. تغييري بقى في التوقيت ده، وزي ما حضرتك قلت كان في مشاكل كتيره جدا، رغم ان الارقام في من بعيد شكلها حلو، بتوصل افريقيا بعد غياب، بتوصل فاينل وبتطلع تاهل لكاس العالم، يعني شكل الارقام للتاريخ حلو. انما اللي مش هيعيش الايام اللي جايه مش هيقدر يقول ان الكوره كانت بتتأدى بأداء عقيم و للاخر هيبقى في ارقام كويسه. لكن في وسط ده في مدرب مكسيكي جديد اجيري بالصعوبات دي، وعنده مباراه يوم 8، ومباراه في بطوله احنا خسرانين في التصفيات الاولى امام المنتخب التونسي، ودي مباراه مهمه امام النيجر. يلحق لو في اراده وفي وراه باكينج الاتحاد الكوره، يعني يكون ظهير ليه. الاعلام لازم يبقى ظهير لي، على الرغم ان انا ليا تحفظات على اختياره من الاساس يعني. انما يعني ويقعدوا يخوفونا بقى، بلاش، لان احنا داخلين على مرحله. قعدوا كده مع كوبر يعني، قعدوا يخوفوا ويرعبوا نعدي بس وزوره النقاد ويهددوهم بان مصلحه مصر ومنتخب مصر. هو النقاد بتخاف؟ ايه النقاد بتخاف؟ لا يعني هيقول لك يعني لا، بعض النقاد، وفي كثير النقاد برضه بيتحسبوا يعني، يقول لك انتوا كده احنا عايزين مصلحه برضه، يعني انت عايز مصلحه عامه تحت عنوان المصلحه العامه ما تضروش البلد يعني، وبعدين تحت عنوان بقى امن قومي وكلام من ده. فالناس يعني بتخاف يعني، امن قومي هيتهموني بقى ان انا يعني كنت حقود، وان انا هزيت ثقه الناس بنفسها. انما الامن القومي او المصلحه العامه
ان انا لازم اواجه الناس دي باخطائها وبعيوبها في الوقت المناسب عشان نقدر نصلح لو في عندنا حاجه غلط نصلح. يعني هنا مظبوط يعني اللي مهتم جدا بمصلحه منتخب مصر لابد ان هو يصلح، يعني شايف المنتخب فيه اخطاء لابد ان هو الحقوا يا جماعه عالجوا. لكن احنا سيبنا المساله وفوجئنا بكارثه في ماتش السعوديه الماتش الاخراني، اتعمل علينا جيم كبير وخسرنا. طوينا الصفحه ان شاء الله الصفحه اللي جايه حلوه. وعلى الحديث الان عن محمد طاهر باشا، كلام مهم هيتقال لاول مره، لكن بعد فاصل سريع نرجع نتواصل. اهلا بكم كل مشاهدينا من جديد بعد فاصل سريع. قبل الفاصل كان كلامنا محدد، محمد طاهر باشا. محمد طاهر باشا، انا كده بقول عنوان امام المشاهدين عايزين يعرفوا معنى هذا العنوان. محمد طاهر باشا ده اهم، يعني ان لم يكن واحد من اهم فهو اهم شخصيه في تاريخ الرياضه المصريه. هو المؤسس الثاني للرياضه المصريه. المؤسس الاول يوناني اسمه بولاناكي. بولاناكي ده هو اللي أسس اللجنة الأولمبية المصرية سنة 1910، وكان عضو في اللجنة الأولمبية الدولية من 1910 حتى 1932. 1934 محمد طاهر باشا دخل اللجنة الأولمبية الدولية كأول مصري. من 1934 حتى 1960 كان هو مندوب اللجنة الأولمبية الدولية في مصر. بعد 60 اتنقلت عضويته لأوروبا، بقى نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ومساعد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، كان اسمه إفري برونداج، وكان مسؤول عن غرب أوروبا، يعني مساعد رئيس اللجنة الأولمبية لغرب أوروبا. ده كان واحد من أعظم الشخصيات اللي أنجبتها الرياضة المصرية، وأكثر الناس اللي ساعدوا أو يعني نهضوا بالرياضة المصرية وحطوا أسس للرياضة المصرية. يكفي أن تعلم أنه هو اللي أسس دورات ألعاب البحر المتوسط. هو مؤسس دورات ألعاب البحر المتوسط. في دورة لندن الأولمبية سنة 48 استطاع من خلال وجوده في اللجنة الأولمبية الدولية، في اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية، أن يقنع اللجنة الأولمبية الدولية أنه هيعمل دورة إقليمية لدور البحر المتوسط خضع للمظلة الأولمبية وتحت القوانين الأولمبية ومعترف بيها، واقنع دول حوض البحر المتوسط كلهم ان هم يشتركوا فيها. واقيمت اول دوره في مصر في الاسكندريه 1951. تمام. الراجل ده كان ذكي جدا. يعني ده الدوره دي اتعملت في اجواء 48 اجواء يعني بدايه الكيان الصهيوني. جدا. عمل نظام أساسي للدورة وحط فيه فقرة إن لا يجوز انضمام أي دولة تانية من دول حر البحر المتوسط إلا بموافقة جماعية للدول المؤسسة. يعني دول المؤسسة اللي هي مصر، يعني كان مصر وإيطاليا وأسبانيا، ومصر إيطاليا أسبانيا في اليونان وتركيا، اليونان وتركيا وسوريا، دول اللي شاركوا في اول في اول دوره. فطبعا لو مصر قالت لا اسرائيل ما تخشش، بعد كده لو سوريا قالت لا. منذ ذلك التاريخ اسرائيل بذلت محاولات كبيره جدا ان هي تخش تبقى عضو في دوره البحر المتوسط. استحال بسبب الفقره الذكيه اللي حطها في الدوره، ان لابد من بدايه التاسيس ان لازم كل الدول المؤسسه اللي اسست الدوره دي توافق بشكل اجماعي. لو وقفه واحده اعترضت ما ينفعش تخش. انا باين لك ذكائه السياسي وانه كان واعي القضيه القوميه والقضايا السياسيه. طبعا طبعا ده واحد من اللي ساعده كتير جدا، او اللي بذل مجهود كبير جدا لتمصير الاتحادات المصريه والرياضه المصريه. تمصير يعني ايه؟
في العشرينات والثلاثينات والاربعينات وكده منذ 1910 كانت محاضر اجتماعات اللجنه الاولمبيه المصريه والنظم الاساسيه كلها باللغه الفرنسيه او الانجليزيه. وكان مقر اللجنه الاولمبيه الدوليه المصريه كان في اسكندريه، كان اسكندريه تقريبا هي العاصمه الرياضيه. وكان معظم اعضاء مجالس الادارات ورؤساء مجالس الادارات اجانب، المصريين كانوا بيشتغلوا موظفين مشهلاتيه وكده. فحصل بعد ثوره 19 يعني المشاعر القوميه، التمصير طلعت حكايه التمصير والوطنيين بداوا يمصروا كل حته، من ضمن الرياضه كانت جزء مهمه طبعا مهم من ده. فاللي قاد العمليه دي محمد طاهر باشا عشان يمصر الاتحادات يغير، فعمل لوائح جديده وخاض معارك كبيره جدا، لان كان مصر ايامها كانت محتله تحت الاحتلال البريطاني، وكان معظم الاتحادات دي اما خاضعه لبريطانيا او فرنسا، رئيس بريطاني، رئيس فرنسي، اعضاء مجلس اداره اجانب، يونانيين، طلاينه، كلام من ده. فعشان تمصر الاتحادات دي واجه مشاكل كبيره، لكن يعني استطاع ان هو يمصر اهم اتحادين، كان اتحاد السباحه واتحاد الجمباز. طبعا مصر اللجنه الاولمبيه بعد كده غير اللوائح، بقت لوائح باللغه العربيه، وال يعني ثوره في الرياضه بقى. ثوره كبيره، ويستحق ان يلقب يعني بواحد من اهم مؤسسين الرياضه. المساعد بتاعه او الـ يعني اللي حكى لي عنه كل ده كان يعني المرحوم المهندس محمد احمد الدمرداش توني، اللي هو بقى عضو لجنه اولمبيه من سنه 60 بعد كده. ده المؤسس الثاني، يعتبر المؤسس الثاني للرياضه المصريه. وده كان يعني طاهر باشا كان بيمثل بالنسبه له يعني المثل الاعلى او النموذج او القدوه طبعا الكبيره، الرول موديل يعني زي ما قال، يعني ده المثل الاعلى بتاعه. واشتغل معاه في حكايه تمصير الاتحادات. يعني الدمرداش توني كان بيحكي لي، بيقول لي لو كنت اسمع حد في اتحاد الجمباز يتكلم في فرنسي بتاع تدريب القلم على طول. كان طالعين بقى من جو كانوا بيمصروا كده. فهو حكى لي عنه حكايات كتيره جدا. طبعا الراجل ده ظلم باين. كان رئيس قبل ما ادخل في حته الظلم، لان فكره انشاء يعني بطولة البحر المتوسط دي، وان يكون هذا الرجل المصري اللي من اصل تركي بيتعامل بهذا الشكل ويشتغل بهذا المجهود، وفي اولمبياد لندن 48 يقنع الناس تقام في مصر 51، ويحط البند الذكي اللي حضرتك قلته ده، ويشارك ب10 دول تيجي تشارك هنا في استاد اسكندريه، وافتتاح الملك فاروق افتتح في 22 دقيقه افتتاح حاجه كده تليق بالعالم، ومنافسات 11 لعبه، فرنسا المركز الاول، ايطاليا المركز الثاني، مصر المركز الثالث. يعني بتتحط على الخريطه بشكل حلو. فدي كانت ثوره في التوقيت ده، وتاسيس كبير جدا لميدان رياضه مصري على التراك العالمي. يا اهاب، دي تاني اهم بطوله بعد الالعاب الاولمبيه. البحر المتوسط ثاني اهم بطوله، يعني تصنيفها الثانيه بعد، لذلك بيبقى في حرب جامده جدا، ومن وقت للتاني الدول عدد الدول بتزيد. فالراجل ده يعني ثاني واحد بعد البارون دي كوبرتان اللي اسس الالعاب الاولمبيه، ده اسس العاب البحر المتوسط. لكن ده هو ليه ايادي يعني بيضاء كثيره على الرياضه، كان بيمول من جيبه وكان بيبعت لعيبه من جيبه، يعني كان بيمول لعيبه، بيمول رياضيين من جيبه يعني. او كان بيرعى رياضيين كتير جدا من جيبه، من اللي هم الرياضيين اللي خدوا ميداليات ده، خاصه بتوع رفع الاثقال اللي خدوا ذهب في اولمبياد برلين 1936، واللي خدوا ذهب في اولمبياد 28 في امستردام، وفي لندن 48. فكان يعني وكان لا يبخل على الرياضه من جيبه. ويكفي ان تعلم ان هو قصر الطهره اللي موجود ده بتاعه اساسا. يعني بتاع امه، وكان اسمها الاميره امينه، وده طبعا لما قامت الثوره خدت الكلام ده كله. يعني انت عارف الثورات ليها جوانب كثيره جدا ايجابيه، لكن في بعض الناس بتبقى ضحايا. كان معروف ان الراجل ده كان وطني جدا وبيحب مصر جدا،
وعمل حاجات كتير حتى بعد يعني بعد الثوره وكده. كمل حضرتك قلت في التمصير وحب يعني يعني الاتحادات كلها زي ما حضرتك قلت واشهرهم سباحه وجمباز والسله بعد كده والطايره بعد كده. فعمل يعني عمل انقلاب في الرياضه المصريه وحط اساس وحط قاعده اساس وعمل اهم من ده جسر بين الرياضه المصريه والرياضه العالميه. يعني هو ده كان عامل جسر تواصل يجيب اللوائح بتاع بره اللوائح بتاع الاتحادات الدوليه اللجنه الاولمبيه الدوليه ونحاول ناخد منها اللي ينفع الرياضه بتاعتنا. يجيب القيم الاولمبيه يحاول يزرعها قيم الروح الرياضيه الروح الاولمبيه. الكلام ده كله كان غريب على مصر لغايه العشرينات والثلاثينات. وعايز احطك على التراك بقى فهو احطك على التراك العالمي بالزبط. فهو نفسه كان في حد ذاته كان هو الجسر. كان سابق يا استاذ سعيد كان سابق لان احنا النهارده معظم الاتحادات لما بتحصل مشكله لوائحها كانت مختلفه مع لوائح الاتحادات الدوليه. فاول ما تروح اي محكمه رياضيه او حاجه يحصل صدام ان لائحتك مختلفه. فلما يكون حضرتك في التاريخ ده راجل بيفكر بهذا الفكر وانه يوحد اللوائح ويجيب لك اللوائح من بره بالزبط. عشان تشوف القوانين تبقى قانونك زي قانون الالعاب الرياضيه بره اعتقد دي كانت حاجه سابقه بشكل كبير جدا. اولا ده بيدي قيمه لمصر. ليه؟ مصر والدول المؤسسه للجنه الاولمبيه الدوليه يعني تعتبر دول من اوائل الدول اللي اشتركت في الالعاب الاولمبيه يعني سنه 1912 في ستوكهولم احمد حسين باشا رئيس النادي الاهلي هو اول واحد اول بطل اولمبي يعني اول واحد مثل مصر اولمبيا احمد حسين باشا اللي كان رئيس النادي الاهلي بعد كده سنه 1942 ل 44 او 41 ل 44 اشترك في السلاح دوره ستوكهولم 1912 لعيب واحد بس اللي اشترك. فانت الدوله رقم 14 اللي انضمت لعضويه اللجنه الاولمبيه الدوليه يعني سابقك بس 13 تاسيس. ده انت سابق دول اوروبيه في التاسيس كتير جدا. 1910 انت سابق عدد من الدول طبعا يعني دول كتير يعني انت رقم مكانتك الكبير. انا بقول لحضرتك وانت رقم 14 النهارده اعضاء اللجنه الاولمبيه الدوليه كام؟ داخلين على تقريبا يعني 130 140 يعني أو ربما اكتر من كده. انت الدوله رقم 14 فانت ليك ثقل وليك تاريخ وليك فبالتالي كان لازم يبقى في توافق مع القوانين الاولمبيه. انت بتشتغل تحت مظله الاولمبيك تشارتر او الميثاق الاولمبي او القانون الاولمبي فانت جزء منه فلازم تكون فاهم طبعا لان انت بترجع له في الاخر هو المظله بتاعتك وبعدين انت ممكن خضوعك للقوانين ده لو عملت مخالفه ممكن ايقاف في النشاط الرياضي تلميد نشاطه هو اللي بنعاني منه لغايه دلوقتي لان يبدو انها ما اتطورتش لان هو توفى طبعا في سنه 70 كنا اخر قانون شغالين بيه قانون 78 لسنه 75 لسه مغيرينه يعني السنه دي فبالتالي كان يعني الفتره دي كان في جاب يعني من بعد رحيله اعتقد ما عملناش القصه دي تاني. لا هو اللي اشتغل بعد كده هو تلميذه احمد دمرداش توري الله يرحمه كمل يعني نفس ده ده كمل يعني هو ده المؤسس الثاني بعديه فاشتغل برضه على النقطه دي. كان شغله او كان همه الاساسي احمد دمرداش توري وانا يعني عاصرته كتير استقلاليه الحركه الرياضيه المصريه واستقلال الرياضه عن القطاع الحكومي. الحكايات الاستقلاليه دي للرياضه اللي يجب ان تكون مستقله وتدير نفسها بنفسها والاستقلاليه دي بيدي حريه القرار وده جزء من روح الاولمبيه والمبادئ والقيم الاولمبيه والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. محمد طاهر باشا الحقيقه ليه يعني قيمته في الحركه الاولمبيه الدوليه العالميه يعني واحد من يعني ممكن يكون من 10 او 15 واحد مهمين جدا على مستوى تاريخ يعني منذ كوبرتان 1896 لغايه لما توفى 1970. انا قريت نعي عنه اللجنه الاولمبيه الدوليه حاجه يعني حاجه جميله جدا يعني وصفوه باوصاف النبيل والشجاع والانسان والمتحضر طاهر باشا ده واحد من مؤسسين مصر للطيران يعني كان شريك مؤسس شركه مصر للطيران وكان رئيس الاتحاد الدولي للطيران وهو اللي اسس نادي الفروسيه المصري الاتحاد الفروسيه المصري وهو اول واحد جاب مدرب فروسيه الفرنساوي لمنتخب مصر سنه 1942 وهو اللي خلى منتخب مصر الفروسيه اللي هي انت سابقك المانيا وبريطانيا ودول عريقه خدت مركز رابع في دوره طوكيو سنه 64
في قفز الحواجز والسدود منتخب مصر، وده ما اتكررش بعد كده لانه كان بيرعى اللعبه ويجيب مدربين اجانب وياخد اللعيبه بتوعنا والفرسان بتوعنا، كان بالناس كيكو تدريبات ومعسكرات بره بره ويلعبوا مع الفرق الاوروبيه. كان بالمناسبه واحد منهم كان الفنان احمد مظهر، كان فارس يعني، كان منتخب مصر الفروسيه يعني، واسماء كتيره جمال حارس وكلام من ده فيما يتعلق بالفروسيه. في كل الرياضه المصريه ده مؤسس ودفع مجيبه فلوس كتير. اتقدم يعني بعد الثوره الناس الوطنيين يعني قدموا التماس لمجلس اداره الثوره ان هم يعفوه من يعني المصادره، يعني صدرت طبعا كل املاكه وصلت محمد علي، هو كان راجل عنده وطنيه، وقالوا ان ده راجل وطني يعني ايه يستحق ان هو، فهو رفض ان هو يكتب، قالوا له اكتب التماس يعني، فهو عزه نفسه وكرامته رفض ان هو يكتب التماس وفضل يكمل عزه نفسه وكرامته ان بعض العرب يعني بعض الحكام العرب عرضوا عليه ان هو يقعد في قصر في يعني قعد مده كبيره جدا في جنيف بعد الثوره يعني ان هو يقعد في قصر يعني يشتروا له قصر، رفض تماما. اللي جم بقى الحكام دول نزلوا في قصر بتاعه اللي هو قصر الطهره، كانوا بيحبوا ينزلوا في قصر الطهره اللي هو القصر بتاعه، فهم حسوا يعني ان هو قال لهم لا انا مش ما عنديش اي مشكله اطلاقا في ده. وكان محب لمصر، وحتى يعني لما قامت ثوره 23 يوليو كان بعثه مصر في دوره هلسنكي سنه 52. فاثناء الدوره دي جم قالوا له بلغوه بالاذاعه وكلام من ده، كان قاعد في فندق قالوا له ده قام الثوره على فاروق. جلالة الباشا يا معالي الباشا قام الثوره في مصر على الملك فاروق، ثوره جيش مصر. فكان رد قال لهم احسن يستاهل. يا ما نصحناه ان هو ياخد باله من البلد وكلام من ده. المهم يعني هذا الرجل أهمل في التاريخ، كان هو كان وطني جدا. أولا سنة 41 سنة 40 تولى رئاسة النادي الأهلي فترة قليلة جدا، ثم ألقي القبض عليه، القوات البريطانية ألقت القبض عليه وحطوه تحت إقامة جبرية في حلوان، في بيت في حلوان، وبعد كده في معسكرات الجيش البريطاني غرب القناة. ليه؟ لأنه كان مؤيد للقوات الألمانية اللي زحف على مصر. المناخ أيامها يعني المناخ في مصر أيامها، مصر كانت محتلة، كان الوطنيين المصريين أو المصريين بشكل عام يتمنوا هزيمة بريطانيا في الحرب ويخش جيش هيتلر يخلصهم من الاحتلال. فكان كل القوى الوطنية مع ألمانيا، هو كان بيساعد القوات الألمانية يعني بشكل أو بآخر. وكان صديق واحد مهم جدا وطني مهم اسمه الجنرال عزيز المصري الباشا، عزيز باشا المصري. ده الجيش البريطاني ضبط تنظيم موالي لألمانيا وبيشجع ألمانيا عشان يهزموا هتلر في حرب العالمين وكده. فهو في الظروف دي اتقبض عليه عشان وطنيته وعشان نفسه مصر يعني تتحرر من الاحتلال البريطاني ولو هتلر. ايامها في الجو ده او في المناخ ده ناس كتير قوي المواليد كان اسمها هتلر. احنا نسمع عن هتلر طنطاوي كان رئيس الرقابه الاداريه، لان هتلر كان بيمثل نموذج للخلاص وللتحرر في هذا الزمن في هذا الوقت وفي هذا السياق اللي بقول لك عليه. فالراجل ده كان يعني ده جزء من الجانب الوطني عنده وتكوين الوطن اللي عنده. طبعا هو البشوات الحقيقه ظلمه، يعني في كتير بشوات ظلمه لان احنا متطرفين قوي في الاحكام. طبعا ثوره جميله جدا 23 يوليو غيرت المجتمع المصري تغيير كبير وانحازت للفقراء والفلاحين، لكن في نفس على الجانب الاخر ظلمت يعني في ناس ظلمت مثل هذا الرجل، جرد من كل ثروته وما مدش ايده وفضل قاعد في وكان بيقابله احمد برداش طول كتير، عزه نفسه وكرامه غير عاديه، وما كانش بيشتكي ابدا، بيقول انا مبسوط جدا. كان قاعد في بيت متواضع في جنيف، وكان قدامه ياخد اللي هو عايزه يعني. قال لك لا، والبلد كويسه والدنيا كويسه وانا مش عايز اي حاجه، مش عايز المساعده، مش عايز. وقال عنه انا هذا انبل رجل شفته في حياتي. انا احمد دبرداش نفس ما قالت عنه الاولمبيه الدوليه في نعيها او في ذكراها دايما، مش الاولمبيه الدوليه بس،
كل قادة الحركة الأولمبية في العالم نعوه كما لم ينع أحد من قبل. وأكثر واحد نعاه كان إفري برونداج، كان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، رجل لا تكرر في التاريخ يعني، من حيث نبله ومن حيث اهتمامه اهتمامه الحقيقي بالرياضة، اهتمامه بالجوانب الإنسانية، واهتمامه بكرامة البشر. ده هذا الرجل لم يأخذ حقه إعلاميا ولم يأخذ حقه من التاريخ، وظلم تاريخيا، يعني ظلم حيا وميت. أنا يعني بثق جدا في يعني في شهادة المرحوم أحمد الرائد الكبير يعني العظيم جدا أحمد مرداش توني، اللي هو بعد كده بقى يعني خد العلم منه وكمل. بس مرداش توني قال لي حاجة، قال لي الحقيقة اللجنة الأولمبية المصرية ليها موقفين سيئين جدا مع اللجنة الأولمبية الدولية. أول موقف مع بولاناكي، إن هم طلبوا إن هو يبعدوا بولاناكي ده عشان يعني ينقص يوناني وعايزين واحد مصري. وده ما يعرفوش اللي عمله بولاناكي للرياضة المصرية. دفع من جيبه كتير وعمل استاد اسكندرية وعمل، وهو اللي أسس اللجنة الأولمبية المصرية، وبعدين طلبوا عزله وتعيين مصري بداله أو اختيار مصري بداله كده، فاختاروا طاهر باشا، وطاهر باشا قابل الاختيار ده وهو زعلان جدا. يعني شايف ان الراجل ده زعلان جدا، يعني زعلان جدا، وكان نبيل قوي. بيقول انا حسيت بنفس الشعور ده لما جابوني مكان طاهر باشا. بيقول اسوأ قرارين في تاريخ اللجنة الأولمبية المصرية، ان ظلمت اتنين مهمين جدا، بولاناكي وطاهر باشا. وما كانش طاهر باشا الحقيقة يعني في بعض البشوات، يعني بعض البشوات كان لهم ايادي بيضاء كثيرة. هل تعلم ان مثلا لولا كمال الامير كمال، هتكلم لك اسمه دلوقتي، مشهور قوي تمام. يعني لولا هو ما كانش ظهر مثال مصري اسمه محمود مختار اللي عمل تمثال نهضه مصر طبعا. اعظم مثال في يعني في العصر الحديث كله بالزبط. اللي اكتشفه الامير كمال، الامير يوسف كمال، امير يوسف كمال انفق عليه واسس مدرسه الفنون الجميله، ولما لقى بارع عمل له مرسم جوه مدرسه الفنون الجميله اللي هو عملها على حسابه، وبعدين بعته يتعلم في فرنسا على حسابه. وايامها ده فجرت موهبته، كانوا مبهورين بيه الغرب، في يعني مش في فرنسا بس، في الغرب كله كان يعمل معرض يبعت يعني يعمل تماثيل ولوحات وكده، اتبهروا بيه جدا. كان في بعض البشوات بيتبنوا المواهب في الفطره، اللي هي الفطره بيسموها المرحله اللي محتاج حد يحط ايده ويتبنى بنفسه ويصرف من جيبه، المرحله الليبراليه اللي افرزت بقى طلعت حرب باشا، وافرزت يعني بعض ناس، بعض يعني بعض النجوم والرواد في مختلف المجالات. في الرياضه بقى كان طاهر باشا، طاهر باشا ده كمان اللي اسس الجمعيه الجغرافيه، الجمعيه التاريخيه، جمعيه التاريخ سنه 1922، ودي واحده من اقدم واهم الجمعيات، وكان رئيسها، واخد بالك. كان معاه الاستاذ محمد شفيق غربال، برافو عليك، اللي طرقاه كان مساعده شفيق غربال، وهو شفيق غربال ده واحد من كبار المؤرخين يعني. يعني كانوا بيهتموا بالثقافة، وكانوا بيهتم يعني مش بالرياضة بس، لا بالثقافة وبكل ما يعني ما يبني البلد. أفرج عنه يعني القوات البريطانية ما أفرجتش عنه إلا بعد ما نزلت القوات قوات الحلفاء في على شواطئ فرنسا لتحرير فرنسا من الاحتلال النازي. أفرج عن طاهر باشا، كان مر عدة سنوات يعني، كان المفروض هو رئيس النادي الأهلي، جه بعديها فترة انتقالية كده كان رئيس بالنيابة، وبعدين جه بعديه أحمد حسنين باشا اللي اغتيل على كوبري أكتوبر، كوبري قصر النيل، في حادث مصطنع، القوات البريطانية قتلوه في حادث تصادم على كوبري أكتوبر، حادث طريق، وتلك قصة أخرى. أنا مش قادر أقطع حضرتك ولا قادر أتدخل في بعض الكلام اللي أنا قلت، اللي هتسمعوه هنا صعب تسمعوه في أي حتة. أنا معظم المعلومات دي ما كانتش عندي، واعتقد ما كانتش عند الجماهير ولا عند المشاهدين، لكن دايما حضرتك بتسرنا الحلقه، ودايما بتضيف لنا اضافات كبيره جدا، وبتعيد نصاب وكتابه التاريخ بالشكل الذي يستحقه الافراد ويستحقه التاريخ ويستحقه المشاهد. شكرا على وجودك. انا بس انا لحسن حظي يعني، انا مش شطاره مني ولا حاجه،
لكن الحسن حظي ان انا عرفت المهندس احمد دبرداش شوني وكشف لي الجانب ده، لان كان في فتره الثوره وقبل الثوره يعني من بعد الثوره كان صعب قوي يتكتب، في فترات كثيره جدا ظلم هذا الرجل، لكن الحسن حظي ان كان يعني المهندس دبرداش شوني سجلت مذكراته فكشف لي هذا الجانب، وبعدين كشف لي كمان جانب اخر من شخصيته. معلش اسمح لي اقول ثلاث دقائق، جانبين اخر من شخصيته، نبله وعظمته. اجتماع اللجنه الاولمبيه المصريه، جميع العمال للجنه الاولمبيه المصريه سنه 46، احمد دبرداش شوني ممثل اتحاد السباحه او اتحاد الجمباز فشن هجوم كبير جدا على اعضاء اللجنه الاولمبيه المصريه واتهمهم بالفشل. مين رئيس الاجتماع؟ احمد دبرداش. مين وكيل الاجتماع؟ حيدر باشا، محمد حيدر باشا كان ياور الملك. فقام دبرداش شوني قال انتوا فاشلين، مجلس اداره اللجنه الاولمبيه فاشل ولابد ان يتغير القطاع. فرد عليه حيدر باشا قال له، قال انت ازاي تجرؤ تتهم بشوائب، يعني تتهم ناس احسن منك بكتير، ده احنا الملك معيننا، انت بتتكلم ازاي، انت بتغلط في اسيادك. قال له في حاجه اسمها اسيادك؟ قال له الجلالة الملك اختاركوا لكن وضع ثقته فيما لم يحترم ثقته ولا يستحق، انتوا لا تستحقون ثقته، انت بتتكلم ازاي، انت تطلع ايه؟ قال له انت تطلع ايه. فمسك الكرسي حضر باشا عشان يضربه بالكرسي، فالدبرداش رفع كرسي، الاثنين رفعوا الكراسي على بعض. قام طاهر باشا من الاجتماع احتجاجا على ده، فجري وراه حضر باشا عشان يجيبه، لان كان يعني المركز بتاع طاهر باشا في العيله اعلى منه، يعني كان محترم جدا. فجروا يعني قعدت حاله عايشه رجعوا، فقال له بالفرنسيه وقالها لي طاهر باشا، قال انت مش قادر تسحب الراجل شجاع زي ده بيقول لنا ان احنا غلط، هو احنا انبياء ان احنا فاشلين؟ احنا فاشلين، احنا لجنه اولمبيه فاشله، هو رئيس اللجنه قال احنا فشلنا واحنا فاشلين، انت زعلان ليه؟ انت عشان باشا. فتقوم يعني امام كلمه الحق. فبيقول لي ده من يعني من المواقف النبيله. الموقف الثاني بقى ان هو ذات يوم قدم بلاغ للنائب العام ضد الملك فؤاد، اتهموا فيه ان هو دخل القصر بتاع امه اللي هو قصر الطاهره وسرق فيه بعض المقتنيات الثمينه، ورفض ان هو يتنازل عن البلاغ، وتلك قصه اخرى. أشكرك أستاذنا الكبير الأستاذ سعيد وهبة، سعيد بوجود حضرتك، سعيد بالمعلومات اللي أضفتها لي وأضفتها لكل المشاهدين، دايما جدا. بتشرف بحضرتك ودايما إضافة، ودايما اللي بتسمعوه مع الأستاذ سعيد وهبة صعب تسمعوه في أي حتة، شكرا لحضرتك. أشكرك، شكرا، شاكر جدا. محمد طاهر باشا واحد من الشخصيات الرياضية المضيئة في عالم الرياضة المصرية، واحد من أهم مؤسسين الرياضة المصرية. الأهلي الليلة لسه معانا زوايا كتير جدا هنلقي عليها الضوء. أروح سريعا لزميلي محمد سعيد. شكرا لك زميلي.